أعادت جمعية الفنانين الأحرار لمدينة عزابة شرقي سكيك عملاق المسرح الجزائري عز الدين مجوبي إلى مسقط رأسه بعد ربع قرن من رحيل صاحب مسرحية حافلة تسير وروائع أخرى من خلال إحياء فعالية الطبعة الأولى للأيام الوطنية للمسرح بمدينة عزابة. اليوم رانا في عرس كبير لذكرى إحياء عز الدين مجوبي 21، وخاصة أنه أرملة المرحوم أمينة الفنانة أمينة مجوبي. مشاركة قوية لفرق مسرحية من مختلف ولايات الوطن ستصنع الفرجة بمدينة عزابة على مدار أسبوع كامل. جتنا فرق من جميع أنحاء الوطن، من كلمسان، وهران، المدية، تيزي وزو، بجاية، بالبرج، باتنا. رصاصة الغدر غيبت مجوبي منذ 21 عاما، لكن بالنسبة لعشاق المسرح ولعائلة الراحل عز الدين حي لم يمت. أنا فيكم ما يكون أوماج تكريم العز الدين، شغل البارح صاد ما نفا با لو طون باسي، باسكو عز الدين عايش معنا كل يوم، نحكيو عليه كل يوم، اوني طول طون انصومبل يعني. دونك سي فري 21 صح 21، مي سي كوم سي سيتي البارح. حق لأبناء عزابة ومدينة روسيكادا يفخروا بالراحل مجوبي، وطيب لهم بأن يعيد أبناؤه إحياء ذكراه، لأن ذلك يعني أن روح عز الدين مجوبي خلقت هنا وعاشت وما زالت هنا.